بنهاية صباحنا لليوم رح نروح للمساحة القانونية، ونحن بنعرف أنه دائماً القانون هو بحر لحل المشاكل الناشئة ما بين الناس، ومنها مشاكل الإرث والبيوع. اليوم كتير منشوف أنه ممكن يصير بيع عقد، خلينا نقول بيت أو محل أي شيء، ولكن ما يكون أمام جهة بالمحكمة، ممكن يكون قدام محامي ويكون في شاهدين. اليوم ما بعرف إذا هي الآلية صح أو عم تضمن للمواطن حقوقه بشكل جدي. يعني أكيد يا رشا، يمكن اليوم بيع أو شراء أي عقار أمر مو بالساهل، يعني اليوم هو بحاجة، بيطلب كتير من التركيز منا، كتير من الأوراق، كتير من المعاملات اللي لازم نحن اليوم نركز عليها. فلابد نحن نعتمد على أشخاص موثوقين لحتى يمكن ما نوقع ضحية النصب والاحتيال بأي موضوع. دايما بالمواضيع القانونية لازم نعطي نصائح مهمة كرمال فعلا نكون عم نشتغل صح وبشكل قانوني. تفاصيل كتير مهمة رح تخبرنا عنه ضيفتنا اللي صارت معنا ضمن الاستوديو، المحامية آلاء كريم الدين. صباح الخير. صباح أهلا وسهلا أستاذة. أهلا وسهلا أستاذة، وسعد صباحك. خلينا صباحك. نروح بداية للتعريف القانوني لعقود البيع وإجراءات تثبيت الملكية. العقود البائعية تعريفها واضحة من عرفها القانون، هو عقد يلتزم فيه البائع بنقل ملكية شيء ما إلى الشاري لقاء ثمن. وإذا ما بكون نكتب عقود، نحن بكون عقد عقار مثلا، نحن لازم نحدد معلومات الأساسية فيها مثل هويات الطرفين، مكان إقامتهم، لازم يكون في شهود على العقد، لازم يكون في توقيع وبسمة للبائع والشاري. حتى هو العقد هو ملزم للجانبين، بس الاخرين ما بيعرفوا فيه، يعني فهو العقد بس ملزم للبائع والشاري، فلازم هو العقد بالاخير لازم نثبته امام جهه رسميه. من هي الجهه الرسميه؟ اكيد يا السجل العقاري بيكون يا بيكون المحاكم، امام المحاكم. انت ذكرت ان المحامي ممكن بينظم عقد، بس هو ما له جهه رسميه ليتم توثيق العقد، ولكن قدامه. بتصير كثير هاي الحالات استاذه. هل يعني هي بتصيرش امام محامي؟ لانه مثلا بيعطيك المعلومات الصحيحه، بكتب لك العقد الصحيح، كيف انت بتقدر تاخذ حقك بموجب العقد، بس العقد لحاله ما بيكفي، لازم اكيد نثبته. ممكن تثبيته بالسجل العقاري او نثبته امام المحكمه. هلا اذا بنروح امام المحكمه كمان في هون تفاصيل كثير، العقد الشاري متفقين او مالهم متفقين؟ اذا متفقين فهي بيكون دعوه بسيطه، دعوه إقرارية أمام محكمة البداية المدنية، وإجباري لازم يكون فيها محامي. إذا ما لهم متفقين بدون حتى هم في عقد ما لهم متفقين، لازم يتم المصالحة على العقد أمام المالية، ويتم الحصول على موافقات أمنية وبراءة ذمة. هدول القصص هلا براءة ذمة ما بنحتاجها هلا فورا، بالوقت بيتم التنفيذ، وقت مصالحة على العقد هو هذا العقد بياخذوه ببرزوه بالدعوة. حتى هون بصير كمان خبرة على العقد، إذا هالخبرة البائع صحيحة ولا ما صحيحة، العقد مزور ولا ما مزور، حتى يتم سماع الشهود، في تفاصيل كتير بالدعوة. تمام. طيب في حال اليوم وفاة بائع العقار وكان المشتري اشترى هذا العقار بموجب عقد، اليوم شو هي الإجراءات القانونية أو الأمور اللي ممكن يقوم فيها المشتري؟ خبرينا أكثر. هلا في حال وفاة البائع كان في عقد، كمان بده يلجأ هو للمحكمة إجباري، بده يلجأ ليرفع دعوة تثبيت، بده يعرف هنا مين الورثة، بده يطلع حصر إرث ليعرف مين ورثة البائع، وبده هو يخاصم الورثة كلهم. حتى هذا الأمر ما له سهل صعب، لأنه في ممكن يكون في عدد ورثة كتير، في منهم يكون مسافرين، منهم مالهم معروف مكان إقامتهم، فهو بده يخاصم جميع الورثة. هلا الورثة رفع دعوة خاصمون الورثة، هون يا هي بتنكر العقد، البائع بتقول لا أنا الوارث او المتوفي ما باع العقد، كمان بدنا نلجا حتى لو بصمته وتوقيعه، هل هم بدنا نلجا للخبره والبصمه ليتاكدوا انه اذا خبرته وبصمته. وكمان بصير كمان حتى سماع شهود ليتاكدوا انه امتى عمليه البيع قبل الوفاه، اخذوا كامل الثمن ولا لا. حتى اذا الورثه ما انكرت عمليه البيع، بالعكس قالت انه هذا العقد صح وما انكرته، المحكمه بتلجا لتحليف المشتري يمين استظهار بانه هو دفع كامل الثمن، ليتاكد انه خلق العقد اندفع ثمنه وهو اخذ العقار. طيب دائما استاذه بنسمع ضمن يعني بالشائع انه انا نزلت حطيت اشاره على العقار رفعت، ونحن بنعرف بالقانون او معروف بالقانون انه احيانا بيكون اكثر من اشاره على العقار نفسه، بيكون في اشكال ما بين الورثه، ما في مشكله البيع، انه الاشاره الاولى هي اقوى شيء يعني ما يعني اللي بيجي بعده ما في مشكله، بس هي الاقوى كاشاره اولى. شو يعني اليوم الاشاره؟
هلا احنا باول اي دعوه عندنا اياها بتسبيت بده يكون في اشاره دعوه، هذا امر ضروري. هلا الاشاره الدعوه هي اجراء مؤقت او تحفظ بدل انه بدل الاشاره انه هذا العقار موضوع دعوه على نزاع، فهي من حتى امام السجل العقاري هذا الاشاره حتى اقوى من العقد كمان، لان العقد ملك اللي بيعرفوا فيه هو العقد بين طرفين بس، اما الاشاره هي الكل اللي بيعرف فيها لانه نازع السجل العقاري. حتى اذا تاريخ العقد وفي في تاريخ للعقد في اشاره دعوه، اشاره الدعوه كمان اقوى لانه موضوع على السجل العقاري. حتى مثل ما ذكرتي اذا في اكثر من اشارات هن بياخذوا الاشاره الاقدم، في الاشاره الاقدم هي الاسبق او الاقدم هي الاقوى بتكون. طيب خلينا ننتقل لنحكي عن دعاوي انهاء العلاقه الايجاريه، نعرف منك اكثر عن شرح هي الحاله بالقانون السوري كيف عم بيكون. العلاقة الإيجارية هو حددها قانون الإيجار أن عن مستأجر عنه مؤجر في حالات نص عليها القانون لإنهاء العلاقة الإيجارية، أو شو عن العقارات الخاضعة للتمديد الحكمي ممكن هدول ينهوا العلاقة الإيجارية، بيدفع مالك العقار 40% من قيمة العقار. بيدفع 40% من قيمة العقار وبصير في إخلاء للعقار، وممكن عندنا كمان إخلاء لعلة الدفع، ممكن المستأجر ما يدفع الثمن فمالك العقار بوجه إنذار كاتب عدل أو بطاقة بريدية، وبعد ما يتبلغ خلال 30 يوم اذا تبلغ البطاقه البريديه او الانذار وما دفع العقار ممكن يخلي، ساعتها مالك العقار بيلجا ليرفع دعوى اخلاء، وممكن حتى هون المستاجر يتفادى الاخلاء في حال رفعنا دعوى اخلاء احنا لازم نبلغه. اذا تبلغ هو وخلال 30 يوم من تاريخ التبليغ لدعوه الاخلاء دفع الثمن هون ممكن يتفادى الاخلاء، بس هالقانون اعطاه مره واحده بس انه مو اكثر من مره. إذا دفع الثمن خلال 30 يوم من تاريخ تبليغه مذكرة الدعوة فهو ما بيتم الإخلاء. فعنا الإخلاء لعلة إساءة استعمال المأجور، إذا المال مستأجر عقار خرب العقار عن طريق الاستعمار غير العادي للعقار ممكن كمان يخلي. هلا أي عقار هو فيه بيصير فيه تخريب، بس هون التخريب عم نحكي التخريب غير العادي، غير استعمال الشخص العادي فممكن يصير تخريب. كما في علة الإخلاء لعلة الترك، إذا المستأجر ترك العقار وغادر ولمدة سنة كاملة وما عاد فيه بدون سبب كمان بيخلي العقار. حتى لو أغراضه موجودة ضمن المنزل؟ حتى لو أغراضه طالما هو ما في ماله موجود أو ما في حدا أبدا بالعقار وما في سبب إنه مثلا في سبب صحي أو هيك ما في أي سبب فهو كمان ممكن يرفع دعوى إخلاء. وفي دعوة إخلاء لعلة السكنة، مالك العقار بده العقار ليسكن فيه وما عنده أي عقار ثاني مالكه فبيقدر يخلي. واحيانا بيكون ما في عقد ما بين المؤجر والمستاجر، بتكون انه موضوع ثقه او موضوع معرفه، هون يمكن بتصير اشكاليات اكثر. هل اليوم المستاجر يعني صار بايده ورقه قويه انه ما في عقد بيني وبينك لحتى تقدر تطلعني، او لا حتى اليوم القانون السوري نص وحمى المؤجر بهذا الخصوص؟ هل هون عندك كثير صعوبه، اذا لا طبعا لازم يكون في عقد على الاقل، لو ما له مثبت بالمحافظه او البلديه يكون في عقد. إذا ما في عقد هم يعني من نشوف ملابسات قديه صلوا قاعد مدة سنة كاملة ليش قاعدوا، بيصير يعني احنا بنطلع عن خارج عقد الإيجار بنفوت بموضوع ثاني. فلازم في هو يكون عقد إيجار، إذا كان في عقد إيجار مثلا بيرفع دعوة تثبيت علاقة إيجارية بيبرز العقد تثبيت علاقة، وإذا بده ينهي يعني تثبيت علاقة إيجارية وإنهاء علاقة إيجارية بنفس الوقت بموجب العقد يلي معه. بس إذا ما في عقد هون احنا مو بحالة تأجير أبدا. في موضوع مهم اليوم بين المؤجر والمستأجر بنسأل عنه بشكل كتير كبير، مسألة طلب إنهاء المؤجر العقد بعد انتهاء مدته الزمنية المتفق عليها، شو هي الشروط يلي وضعها اليوم المشرع لإنهاء هي العلاقة الإيجارية بشكل قانوني وسليم؟ وقت بيكون عندنا عقد إيجار محدد المدة، هو على الأغلب هلأ القانون إنه نص إنه لازم عقد إيجار هو لازم يثبت بالمحافظة أو البلدية، وهذا الشيء كمان أنا بنصح فيه، لأن أي عقد إيجار مثبت له مدة محددة وكان مثبت بالمحافظة أو البلدية بيقدر بعد انتهاء المدة يحطه هو فورا بالتنفيذ، لا بيحتاج لرفع دعوة أبدا، بيحتاج فورا إنه يحطه بالتنفيذ، لأن عقد الإيجار مثبت هو سنة تنفيذي بحطه بالتنفيذ وببلغه مدة بعد خمسة أيام بحددوا موعد للإخلاء، بتطلع التنفيذ مع بيطلعوا بيحددوا يوم الإخلاء وبيطلعوا بيخلوا البيت. طيب خلينا نروح لسه في شيء حابة تدور عليه بضمن هذا السؤال؟ لا طيب خلينا نروح للقيمة الرائجة، واليوم عم نشوف ارتفاع كثير كبير بالأجارات، اليوم مين المسؤول عن تحديد القيمة الرائجة، أو اليوم إنه هنن يطلع في لجنة بتطلع بتقيم اليوم قد ممكن هاي المنطقة يكون أجارة؟
هلا هذا الامر بعود للماليه، هي بتحدد الماليه قديش قامت الرائجه سواء للضريبه العقاريه للبيع او للايجار، فهذا الشيء إنه مسؤول عليه وزاره الماليه بتحدده، وفي قيمه رائجه سواء مثل ما قلنا لتثبيت البيع او للايجار ولازم يندفع. بس حتى لو القيمه الرائجه للايجار يعني بيكون اقل من البيع، اقل بكثير. تمام استاذه الاء، حضرتك محاميه واكيد يوميا ممكن تتعاملي مع كثير من الاشخاص اللي فعلا عندهم امور واجراءات ببيع وشراء العقارات، بتلاحظي اليوم في وعي قانوني بهذا الموضوع ام لا؟ عم تلاحظي كمان انه اغلبيتهم عم يوقعوا نتيجه النصب والاحتيال، وكيف ممكن نحن اليوم نزيد من هذا الوعي عند الناس؟ هلا بصراحه لا والله هلا احنا ما عم نحس في وعي قانوني، يعني قد ما مثلا ذكرنا إشارة دعوة مهمة، هلأ بمقابلات كثير نذكرت إشارة دعوة مهمة، بيجي لك شخص بيقول لك أنا اشتري عقد معي عقد وفي إشارة دعوة على العقار وأنا قبلتها، طيب أنت كيف قبلتها؟ قال وعدني الشاري يرحنا أو يزيلها، طيب هذا وعد، طيب كتبته بنص العقد، كتبت أنه في إشارة هو وعدني يزيلها، لا بالعكس لهلأ أبدا أبدا ما في، يعني حتى لهلأ ما عم بفرقوا بين العقد والإشارة ومين الأقوى بيناتهم. طيب خلينا نروح معك كلا نصائح قانونية اليوم لكل حدا عم يشوفنا اليوم وحابب يشتري عقار محل أو حتى بموضوع الأجار، نصائح قانونية اليوم تحمي الطرفين. هلا بالنسبة للبيع أنا بنصح أي بيع بيتم يا بالفراغ بالطابو مباشرة يا أمام محكمة، ما يكون في عقود لأن العقود كمان إلى إجراءات ما لها سهلة وبتاخذ وقت أبدا، ففورا البيع يكون أمام جهة رسمية يا سجل عقاري يا محكمة. حتى عقد الإيجار أنا بنصح أي عقد ما يكون بين شخصين وبس، ممكن يعملوه بين شخصين عشان يتهربوا من القيمة الرائجة أو من الدفع الضريبي، فإنه خليها أمام المحافظة أو أمام البلدية وبيحفظ حقكم، بينتهي مدة العقد أنتم بتقدروا تطلعوا بكل سهولة ما بياخذ وقت، أما إذا ما في عقد وماله مثبت فانت بدك تفوتي باجراءات طويله ممكن تاخذ سنه وممكن سنتين واكثر كمان. اكيد بدنا نشكرك على هيدي النصائح اللي قدمتيها، كنتي معنا المحاميه الاء كرم الدين، اهلا وسهلا فيكي. اهلا فيك. شكرا استاذه لحضورك اليوم، ودائما هيك شويه وعي وثقافه قانونيه ممكن يحمونا من قصص كثير صحيح تبعدنا عن المشاكل الغير قانونيه، شكرا لحضورك اليوم، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك.